Dudu. يا دودو دودو، يلا حبيبي اديني فاكره هيقدم. يلا حبيبي قوم الصحة، يلا عشان اديني فاكره بكره الوقفه. كل سنه وانت طيب يا حبيبي. يلا يا ابني يا ادهم، خلاص خلي بالك من اصل ثواني ويقدم الفجر. اه قدم يلا كده بقى، انت ولا حقت السحرت ولا اي حاجة. بس على فكرة لازم هتصوم بكرة. اه يلا كده زي شو، انا صحتك كتير، انت اللي مرضتش تقوم. صحتك كتير يا دودو، انت عامل ايه؟ صحتك كذا مرة، عشان انا قلت لك مفيش وقت ان انت تنام، رحت انت نايم. لازم بكرة تصوم عشان اليوم ده بكرة مهم، انت عارفه. طيب المعركة ده أحيا أحلى يوم. لازم نروح ليلة تعافي، وطبعا هجيب التليفون. دعاء يوم عرفة. اللهم نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ويسر لنا أمورنا وتوفنا مع المسلمين. هو ده الدعاء اللي المفروض يتقال في المعارف إن شاء الله. ولازم تقولوا بقى يا صحابي، متنسوش بقى اللايك والسبسكرايب والاشتراك عشان أكون مبسوط بيكم. وسلام.